بالنسبة للجنة نتاعنا قيبش نكملوا، فما حاجات بهين حصلناهم وفما نقاط خلاف واضحة ولازم تتفصل الأمور هذية في الجلسة العامة. بالنسبة للنقاط الإيجابية، بالنسبة للحرية نتاع التعبير وحرية الفكر وحرية الصحافة إلى آخره، الصيغة اللي دعم الحريات هذه تعديت بالأغلبية في اللجنة، هذه نقطة إيجابية الحمد لله. وبالنسبة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية كذلك، فما معناها تقريبا إجماع لدعم الحقوق هذوما. نقاط الخلاف موجودين في بالنسبة للرؤية تاع الفصل الأول اللي هي صيغة قابلة للتأويل، فما جانب من النواب يدافعوا على إلغاء عقوبة الإعدام، أما هذاك ما هيش الرؤية نتاع الأغلبية. وفما زيدا مخاطر بالنسبة للحق في الإجهار، مشينا في صيغة معناها في الفصل الأولاني اللي يخلي هذاك بالنسبة للقانون باش يثبت الأمور هذوما، ووقتها لازم معناها ندافع ونواصل باش ندافع على الحق في الإجهار وإن شاء الله إلغاء عقوبة الإعدام. معناها الدستور ميوش باش يفصل بالنسبة للحاجات هذوما. إشكالية كبيرة بالنسبة للصيغة اللي باش تتعدى اللي تعديت بالأغلبية في الفصل الثلاثة، هو تجريم الاعتداء على المقدسات، وهذوما ألفاظ معناها فضفاضة معناها قابلة للتأويل واختيرة ياسر بالنسبة للحريات الفردية. وكذلك اليوم كملنا رجعنا معناها في خلاف، وإحنا في بيننا عدينا المرحلة هذه، صوتنا إحنا قبل معناها على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات. واليوم أنا بهت معناها كيف في اللجنة متاعنا اليوم عاودنا طرحنا الإشكالية هذه، وفما النواب وضحوا اللي هما معناها ما يراوش اللي المرأة والراجل ينجموا يكونوا متساويين، وصارت صيغة زوز فصول معناها بالنسبة لحقوق المرأة. الفصل اللي خذا الأغلبية للأسف معناها يعاود يحط المرأة معناها كمواطن معناها متاع درجة ثانية. تجم تذكرنا به؟ الفصل هذية يقول معناها الجملة اللي هي فيها معناها قابلة للتأويل، يعتبر للمرأة هي كيفاش نقولوا تتكامل مع راجل داخل الأسرة، معناها كاينها معناها حاجة ماهيش واضحة، معناها شو معناها تتكامل مع راجل داخل الأسرة، وهي شريك مع راجل في بناء الوطن، كذلك ماهيش شريك، هي معناها شخص كامل بحقوقه بحريته كيما الراجل. معناها هذا التعبير هذايا نراه معناها كيف قابل للتأويل. احنا معناها بالنسبة لنا احنا مشينا في صيغة واضحة معناها بالنسبة للرؤية متاعنا للمرأة التونسية والمجتمع التونسي. الصيغة هذه خذيت معناها الأقلية للأسف، خاطر فما غيابات وفما مواقف للأسف معناها يمكن فما نواب ما فهموش بالكدا الخطر متاع الصيغة الأولى. المعركة تتواصل، وفي الجلسة العامة لازم معناها باش نكملوا نواصلوا في الدفاع عن الحريات الفردية والمساواة بين المواطنين.